بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم اجعل علمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، وانفعنا وانفع بنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل سائر أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيقول الإمام البابورتي رحمه الله تعالى، قوله أي قول الإمام الطحاوي رحمه الله خالق بلا حاجة، يعني الله سبحانه وتعالى يخلق لا لأنه محتاج لأي أحد أو لأي شيء من الخلق. فالله عز وجل يخلق ربوبية. ما معنى يخلق ربوبية؟ لأنه أراد أن يخلق، وما فعل هذا الفعل أو خلق هذا الكون لحاجة ترجع إليه أبدا. نعم، الله سبحانه وتعالى له حكم عظيمة ولا شك، ولكن الله عز وجل ما أوجد هذا الوجود ولا خلق هذه الأكوان ولا الإنسان لحاجة ترجع إليه. طبعا يا إخواننا، والله أنا أمس جاءني هذا السؤال، هذه الكلمة مهمة أن نقف عندها قليلا. أمس في مدرسة دار الفنون، طبعا ليس السؤال منهم، إنما يسمعون هذا الكلام من الناس، وكثيرا ما يسمع. اسمع إلى هذا السؤال، يقولون: لماذا يجبرنا الله تعالى على الصلاة والصوم والتستر والحجاب ولبس الحجاب؟ استغفر الله، يقولون: أليس ذلك كله تكبرا من الله؟ نعم. ثم يقولون: لماذا جعل الله تعالى كل الناس يعبدونه؟ هل يوجد عنده عاطفة داعية لذلك فتغلبه عاطفته؟ قلت لهم، يعني إنسان يسأل هذا السؤال، قال: كثير من الناس عندهم هذا السؤال، يعني لماذا الله عز وجل خلق الناس ويطلب منهم هذه العبادات، وأنتم تقولون الله غني لا يحتاج إلى شيء. فهذا السؤال في الآخر يقول: هل يوجد عنده عاطفة داعية لذلك؟ يعني مثلا نحن مثلا نحب الرئاسة، نحب أن يكون تحت يدنا عبيد أو خدم أو كذا، فهل الله عز وجل يعني يحب الرئاسة حتى خلق هذا الخلق ثم كلفهم بالصلاة والصيام والعبادة وأمرهم وإلى آخره؟ إذن في زعمهم أن الله سبحانه وتعالى خالق لحاجة. سبحان الله، الإمام الطحاوي رحمه الله كأنه يعيش معنا، وكأنه يعلم أن الإنسان إما بقصد حسن أو بقصد سوء يسأل هذا السؤال: لماذا خلق الله الخلق؟ ماذا يستفيد؟ إذا كنتم تقولون الله سبحانه وتعالى غني ولا يحتاج لشيء، لماذا خلق الخلق؟ ثم لماذا كلفهم؟ وماذا يستفيد من تكليفهم؟ ثم خصوصا أن الله يعلم أن كثيرا من الناس لن يطيعوا، وبالتالي سيدخلون جهنم، فالله عز وجل لماذا يخلقهم وهو يعلم أنهم يدخلون إلى جهنم؟ هل تسأل هذه الأسئلة أو
تسأل كثير. نعم، إذن تستحق. أنا أجبتهم هناك، تحبون أن نجيب عن هذا السؤال؟ نعم. اسمع سيدي، اسمع إلى السؤال مرة أخرى. لماذا يجبرنا الله على كذا وكذا؟ وهل الله له حاجة يكمل نفسه بهذا الخلق؟ طبعا إخواننا، إذا جاءكم مثل هذا السؤال لا تبدأ بالنقاش معه من هذه النقطة، لأن الجاهل بالكليات لا يناقش بالجزئيات، ولأن الجاهل بالأصول لا يناقش بالفروع. يعني إذا إنسان لا يؤمن بالله عز وجل، انتبهوا إخواننا، إذا إنسان لا يؤمن بالله أصلا ولا باليوم الآخر، خطأ أن تبدأ وتناقشه في وجود الجنة أو وجود النار، أو مثلا هل يجوز الله أن يرى، هل يصح أن يرى الله أو لا يرى الله، هل يصح من الله أن يعفو عن المذنبين أو أن يعاقب المطيعين أو كذا. يا إخواننا، الإنسان إذا كان جاهلا بالله لا تناقشه في الجزئيات، ارجع معه إلى الأصل. هذا الإنسان مثله الذي يسأل هذا السؤال، مثله كمثل طفل صغير دخل إلى المعسكر فوجد قائدا يأمر العساكر قوموا يقومون، اقعدوا، قوموا في الليل، استيقظوا، مرغوا أنفسكم بالتراب، افعلوا كذا، افعلوا كذا، افعلوا، والكل. فيقول هذا الطفل أف، لماذا يطيعونه؟ هو يعذبهم، يقول لهم اقتلوا، قاتلوا، افعلوا، لماذا؟ لأنه جاهل ما معنى قائد في الجيش. لو طفل صغير دخل إلى مدرسة وهو لا يعلم معنى الإدارة والنظام وكذا، فوجد المدير يأمر وينهى والطلاب يفعلون، يقول لهم البسوا لباسا موحدا، تعالوا في الساعة كذا، اذهبوا في الساعة كذا، والكل يطيعون. فهذا الطفل الجاهل الذي لا يعلم ما معنى مدير يقول لماذا كل الناس يطيعون هذا الشخص؟ هو جاهل بمقام هذا. مثلا لو يوجد بنت صغيرة تحب كل يوم أن تلبس لباسا، يوم طويل يوم قصير، المهم تحب أن تغيرها، تحب الثياب وتحب أن تغيرها دائما. فلو جاءت إلى شركة فوجدت العاملات في الشركة كلهن يلبسن لباسا موحدا، فهي تسأل لماذا الكل يلبس لباسا واحدا؟ ما يجبرهن؟ طبعا هذه الأسئلة بسبب ماذا؟ بسبب الجهل، لأن هذا الطفل أو هذه الطفلة لو كانت تعلم أن هذا القائد يستحق أن يطاع، لماذا؟ عنده خبرة، عنده مصلحة من أجل البلاد، أن يحفظ البلاد، فيجب أن يطاع ولا أحد يسأله، يطيعون دون أن يسألوا. لو كان يعلم قيمة هذا القائد لا يسأل هذا السؤال، ولو كان يعلم أن هذه الشركة لها نظام، شركة طيران، يجب أن يكون لباس الخادمات أو المضيفات فيها لباسا موحدا، أو دخل إلى شركة فودافون أو كذا تجد أن اللباس موحدا. طبعا لو كان يعلم أن نظام الشركة
يستدعي ذلك وأن هذه الشركة لو لم النساء لم تفعل هذا لا تعطي المعاشات أو تنقص من كذا. لو كانوا يعلمون أن الشركة لها الحق في هذا أو أن القائد في العسكرية له الحق في هذا ما سأل هذا، لماذا يطيعونه؟ إذن هذا الطفل أو هذه الطفلة جاهلان بماذا؟ بقيمة الإدارة، بقيمة المدير، بقيمة الشيخ، بقيمة كل، مع أنه في كل الدنيا يوجد رئيس ومرؤوس، في البيت، في المدرسة، في العسكر، في الشركات، في كل شيء، ولا أحد يقول لماذا يأمرنا المدير بهذا؟ يوجد أحد، سمعتم أحد في الدنيا كلها يقول لماذا مدير الشركة يأمر بهذا؟ لا أحد، فقط الله يسأل، كل الناس لا يسألون إلا الله يسأل، على عكس ما جاء في القرآن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اسمع مولانا، فإذا أردتم أن تجيبوا عن هذا السؤال لا تبدأ بهذه الجزئية، كيف تبدأ يا شيخنا؟ ابدأ معه أولا، قل هل أنت معترف ومقر بأن لك ربا؟ هل تقر أن الله عز وجل له رتبة الأمر والنهي باعتبار أنه خلقك وأوجدك؟ فإن قال نعم أقر، فقل له سؤالك غير وارد أبدا. إذا كنت تقر أن مدير الشركة لأنه يدفع معاش، أو قائد الجيش لأنه عنده من الخبرة يجب أن يطاع، وهكذا كل رئيس دولة أو رئيس مؤسسة أو أي شيء، إذا كنت تقر أن كل رئيس يجب أن يطاع وكل الناس يطيعون، الطلاب صباحا ينظرون ماذا قررت الإدارة ينفذون، في الجيش، في الشركات، في كذا، ماذا تقول الإدارة؟ الدوام 7، نأتي 7 8. فإذا كان هؤلاء يطاعون فالله، إذا كنت تقر أن الله الذي خلقك أصلا كنت لا شيء خلق لك كل هذا الكون، أوجدك، وإذا كانت الشركة قادرة على أن لو خالفت أمرها أن تنقص من معاشك، فالله عز وجل قادر على أن يعذبك لمخالفة أمره في جهنم أبد الآبدين. فإذا كنت مؤمنا بالله لا تسأل هذا السؤال، لأن هذا أمر يقره العقل بأدنى تأمل. الذي خلق، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء إلى آخره. فالذي يعطيك معاش ما أوجد لك لا البصر ولا السمع ولا سخر لك الكون تطيعه، والله تسأله لماذا الإله يجبرنا، هذا إذا كان مقرا. أما إذا لم يكن مقرا، هكذا إخواننا من يريد أن ينصح ويوصل الناس إلى الحقيقة ينبغي أن يبدأ معهم من حيث يبدأ، وليس المسألة أن نجهل الناس ولا أن نكفر الناس. نحن نريد من دعوتنا إلى الله عز وجل أن يصل الناس إلى الحق وأن نخرجهم من الظلمات إلى النور، هذا عملنا. لذلك يجب أن نبدأ معهم بتراتبية عقلية، فإذا كان يقر فجوابنا هذا له، قل له من باب أولى أن الله يطاع. طبعا الكلام له تتمة.
وإن كان لا يقر بوجود الإله. يقول أنا لا أعترف بوجود رب ولا إله. نقول تمام، أمامك إن كنت تريد الحق أمامك أحد أمرين، نمشي معك. نحن نريد أن توجه إلى العقل سؤالا صريحا بدون أي تعصب، اسمح لنفسك أن تفكر تفكيرا حقيقيا وصوابا، واسألها سؤالا واحدا. لن نقول له قال الله ولا قال رسول الله عليه، لأنه لا يؤمن لا بالله ولا برسول الله نحن، لكن عندنا الله دلنا على الطريق العقلي، فقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. نسأله هذا، انظر إلى نفسك، يوجد فيها عين، لا تستطيع البشرية كلها أن تفعل مثلها. يوجد عندك أذن سمع، يوجد عندك قلب 80 سنة يعمل لا يتوقف، بدون بطارية بدون كهرباء بدون شيء يعمل 80 سنة، لابد أنه يوجد من يعمله. يوجد عندك عقل، وأعجب من ذلك عندك روح، لا تستطيع البشرية لا أن تأتي بمثلها، بل لا تستطيع أن تعلم ما هي إلى الآن. نسأله هذا السؤال، سؤال: هل هذه الأشياء وجدت بدون صانع وخلقت بدون خالق؟ نسأله. ثم ننتقل إلى الآفاق، لن نتكلم في التفاصيل، لكن قلت لكم أنه يوجد في العالم مليارات المجرات. آخر مجرة اكتشفوها قلت لكم اسمها، سموها أظن إيل جوردو سموها، قلت لكم ابحثوا عنها ونظرنا فيها معكم. تعرف كم نجما فيها؟ ابحث عن مجرة إيل جوردو منذ أيام اكتشفوها، كم نجما فيها؟ كل نجم أعظم من الأرض بملايين المرات. كم نجما وجدوا فيها؟ 3 ملايين مليار نجم. قل 3 ملايين مليار أو قل 3000 تريليون نجم. هذا ليس كلامنا، هذا كلام ناسا الأمريكية الفضائية. كم يوجد 3000 تريليون نجم أو 3 ملايين مليار نجم؟ كل هذه النجوم تدور في فلكها، تخيل هذا العدد يا شيخنا. الناس كم عددهم الآن في الدنيا؟ 7 مليارات. انظر هذا العدد كم هو، كم ضعف لسبعة مليار، مليارات الأضعاف. ومع ذلك كل كوكب يسير في مساره لا تصطدم، ولاحظوا أن كل كوكب له جاذبية، فحتى يحافظ يا شيخ إسماعيل، حتى يحافظ الكوكب على مداره يجب أن تكون قوة الجذب والنبذ أن تكون متساوية، حتى يبقى كل فلك وكل في فلك يسبحون كما قال الله. فنسأل هذا الإنسان سؤالا، ولو أردنا التفصيل الوقت لا يتسع. نسأل هذا الإنسان الذي يسأل هذا السؤال، نقول له أنت تقول لا يوجد إله، من صنع هذا الصنع؟ فإذا قال لك يا شيخ يوسف لا يوجد صانع، فقل له أنت غير مكلف. نعم والله، قل له أنت غير مكلف، لأن من لا يقبل أن هذه النظارة أو هذا الكأس أو هذا الميكروفون أو هذه الكاميرا
من يصدق أن هذه الكاميرا أو هذه النظارة أو هذا الميكروفون أو كذا أو هذا الجوال صنع بدون صانع؟ يوجد أحد؟ لا يوجد. هذه العين أعجب أو هذا الميكروفون أو هذه الكاميرا؟ هذه الكاميرا صنعها الإنسان، هذه العين لا تستطيع البشرية جمعاء أن تصنع. فهذا الإنسان إما أن يقول لا يوجد صانع، فنقول أنت إذا كنت صادقا أنك تعتقد أنه لا يوجد صانع فأنت غير مكلف، هنيئا لك، أنت خلقك الله مجنونا والله لا يحاسب المجانين. أنت يوم القيامة ستدخل إلى الجنة بغير حساب، أنت والله أنت غير مكلف. اسمعها، بشرط أنه يقول هذا صدقا وحقا ليس عنادا. إذا عناد الله سيحاسبه لأنه أنكر. نحن نفترض أنه يقول نعم هذا الكون بدقته وجد بدون صانع، فنقول له نعم أنت هنيئا لك، اذهب إلى الجنة مغفورا لك. وإن أقر لا والله يوجد إله، هو خلقنا وأكرمنا وأعطانا وخلق هذا الكون وسخر لنا، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نقول له إذا كنت تقر أن مدير المدرسة وأن القائد في الجيش وأن الشركة لها أن تأمر وتنهى ويجب أن تطاع لأنها تعطي المعاش، فما بالك بالخالق الذي خلقك وأوجدك وأمدك وما بكم من نعمة فمن الله. لا بد أن يقر إذا كان عاقلا، يقول نعم هذا السؤال لا يرد، الله لا يسأل عما يفعل، إذا كان الناس نطيعهم بدون سؤال فكيف لا نطيع الله، وكيف نسأل هذا السؤال، وهل نقول الله عز وجل عنده حاجة وعنده رغبة؟ الله خالق بلا حاجة. فإن قال، اسمع سيدي، فإن قال، لأن هذا الكلام ليس جوابا على كل هذه الأسئلة، ممكن يقر ثم يقول يا شيخ فاروق، يقول تمام، لكن ما زال السؤال موجودا، إذا كان أقررت أن الله موجود وهو خالق وهو، لكن الله لا يحتاج، لماذا كلفنا؟ لماذا يأمرنا بالصلاة ويأمر المرأة بالحجاب وكذا إلى آخر؟ فنقول له اسمع يا مولانا، الله سبحانه وتعالى رب، وإذا عرفت قدره وعرفت أنه الفعال لما يريد فلا يسأل عما يفعل. ثم فوق ذلك نقول الرب سبحانه وتعالى أراد أن يكرم، أن يخلق خلقا وأن يكرمه، هل لك أن تسأله لماذا تريد أن تكرم خلقك؟ الله سبحانه وتعالى في الحقيقة والله 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 خلق الله عز وجل هذا الخلق وكلفهم بأشياء بسيطة وقال أنا سأكرمكم كرما عظيما، فالله رحيم يريد أن يكرم، يخلق خلقا ويكرمه. من يقول لله لماذا تفعل؟ تمام، الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة كلفنا بأشياء وأعطانا جنة عرضها السماوات والأرض. يا هوزان، لو جاء إنسان وقال أنا أريد أن أسألك سؤالا، ها، وأعطيك $1,000,000، أنا أريد أن أسألك 1+1 كم؟ 2، هذا $1,000,000. طيب مثل هذا الذي يريد أن يعطي، هذا يريد أن يكرم أو يريد أن يعذب؟ والله يا إخواننا ما كلفنا الله به بالنسبة لما سيعطينا في الجنة إن شاء الله هو أكثر من هذا، أكثر من هذا.
لأن الجنة لا تقدر لا بالمليارات ولا بالتريليونات ولا بكذا، لأن كل إنسان له مثل الدنيا بعشرة أضعافها، هذا أقل إنسان في الجنة. تمام، فنقول له هل يوجد الله خلق هذا الخلق ليختبرهم ويكرمهم، هل يمكن أن يوجد اختبار بدون تكليف؟ فالله عز وجل أراد أن الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، طالما يريد أن يبلوكم فلا بد من التكليف، فكلفك الله سبحانه وتعالى بهذا التكليف. والذي يسأل تمام الله عظيم ولا يحتاج إلى عبادتنا، لماذا كلفنا؟ هذا كطفل دخل إلى المدرسة وفي آخر السنة قرروا الامتحانات، فقال الطفل عجيب، يعني الإدارة ماذا تحتاج حتى تعذبنا هذا العذاب؟ يعني الإدارة لو فعلت امتحان أو ما فعل لن تستفيد هي شيئا، فلماذا يعذبوننا؟ لماذا يكلفوننا هذا؟ يا أخي، نقول للمدير أنت لن يضرك شيء لو ما فعلت امتحان، اتركنا. لماذا هذا سؤال؟ هذا لماذا الله يكلفنا مع أنه غني عنا؟ مثل سؤال هذا الطفل، نفس الشيء. ثم آخر شيء نختم السؤال، نقول لهم هل تعلمون أن هذا التكليف الرباني لو لم يكن تكليفا لكنتم محتاجين إليه؟ يعني الله عز وجل، لاحظوا أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى الأمور التي كلفك بها هي ما تحتاجها. لذلك هؤلاء، انظر يا شيخ يوسف، هؤلاء لا يسألون لماذا كلفنا الله، لا يسألون لماذا كلفنا الله بالطعام، لماذا كلفنا الله أن نأكل وأن نشرب، لا يسألون هذا. تعرف لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الجسد يحتاج إلى هذا، ولو كانوا يعلمون أن الروح تحتاج إلى العبادات لما سألوا هذا السؤال. الله سبحانه وتعالى تكليفه، حتى تكليفه الذي يريد أن يكرم علي يا شيخ يوسف، هو عبارة عن تكميل لك، هو عبارة عن تكميل لك. أضرب لكم مثالا يا شيخ، أنت رجل يا شيخ اسماعيل زنجيل، فلا تشتري إلا سيارة مرسيدس، فلما الشركة أعطتك المرسيدس أعطتك كتابا، نعم، هذا الكتاب تقول لك يجب كل يوم صباحا أن تضع ماء في الريدتير، ما أعرف، المهم في مكان الماء، يمكن خطأ كلامي، المهم يحتاج الموتور، يحتاج زيت كل فترة، فهو يحتاج عليهم. لماذا تكلفون؟ نحن اشترينا وخلاص انتهى الأمر. هو جاهل، لا يعلم أن السيارة بدون هذا الماء تحترق، وبدون هذا الزيت تتوقف. أقسم بالله أيها الناس أن التكاليف الربانية هي هذا، روحك بدون ذكر بدون طاعة تضيق. انظروا في أوروبا، ينتحرون، عندهم المال والنساء وكل شيء، في السويد وفنلندا وكل الدول الراقية، النرويج عندهم واليابان وعندهم أموال كثيرة، ينتحرون. لماذا؟ لأنهم لا يضعون ماء في الريدتير، ولا يضعون المهم، عربي تركي الآن ما عندنا مشكلة، المبرد خلصونا. لماذا ينتحرون؟
لأنهم تركوا هذه العبادات. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الله خلقك روحا وجسدا، الجسد يحتاج إلى الجماع، قال لك تزوج، يحتاج إلى الطعام والماء، قال كلوا واشربوا، لكن يحتاج إلى أشياء. فإذا كان هذا الإنسان يعترض، إذا كان هذا الإنسان لماذا الله عز وجل، هل الله عنده، لا الله ما عنده حاجة، الله كل الكلام هذا، الله خالق بلا حاجة. يعني أنا ما خرجت عن الموضوع، أنا أتيت بالسؤال هذا أمس، سئلت أنا وأجبت عنه، لكن هذا الكلام عين هذا الكلام. الله ليس أنت لك حاجة، أنت لك حاجة، وجعل الله قضاء حاجتك هو الامتحان الذي يدخلك إلى الجنة. ليست مشكلتنا، هو عالم الآن أن جسده يحتاج إلى الطعام، فلا يعترض، لا يقول لماذا الله قال كلوا واشربوا. يحب هو الجماع والنكاح، لذلك ولا يقول لماذا الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لا أحد يعترضها، لا أحد يعترض، هذا شيء جميل. لكن بقي شيء، أن نقول والله يا أخي أنت جاهل بقسم آخر من تركيبك، أنت جاهل بقسم آخر من تركيبك، أنت مركب من شيئين، تمام؟ الإنسان الجسد مخلوق من طين الأرض، والروح مخلوقة من الملأ الأعلى، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، من الملأ الأعلى. الملأ الأعلى ما طعامهم؟ الذكر والطاعة، فروحك من هناك تحتاج إلى هذا. فأنت إذا كنت جاهلا ليست مشكلتنا، مشكلتك الجهل، نحن نعلمك، لكن اسمع إلى صوت العقل، لا تعاند، لا تعاند. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لماذا الله يكلفنا بالصيام؟ لك والله حتى الفلاسفة الكفار يعلمون أن إشراقات النفس تكون بالجوع. الفلاسفة الكفار، أصلا كثير من الفلاسفة يقولون نحن نصل إلى العلوم والأسرار من خلال مجاهدة النفس، ولو ما كانوا مسلمين. فالطعام الكثير واتباع الشهوات الكثيرة يا شيخ يوسف يجعل الجسد يتغلب على الروح، فتضيق الروح. فإذا جوعت نفسك فأنت دائما تحتاج أن تجوع نفسك، لذلك الله فرض عليك هذه الناحية الروحية في الصيام، وفرض أيضا الصيام من أجل حتى صحيا. هذه المعدة يا شيخ يوسف 12 شهرا ليل نهار، فالله قال ريحوها وجوبا في السنة مرة، واختيارا صوموا 2 وخميس أو 3، ريحوها. أي طب لا يقبل هذا؟ مشكلتك أنك جاهل بأن الله ما أمر إلا ما فيه مصلحتك. أمر الله، لماذا يأمرنا الله بالزكاة؟ تعرف لماذا يأمر الله بالزكاة؟ كل العالم، الكفار وغيرهم، لا ينكرون مساعدة الفقير، لا أبدا. الأمم المتحدة وبيل جيتس وصاحب فيسبوك وكله عنده جمعيات خيرية يساعدون، لكن انظر الفرق بين مساعدتهم وحكم الإسلام. تعرفون الفرق؟ الفرق أن هؤلاء يقول نحن نساعدكم، نحن نعطيكم، أما الزكاة في الإسلام هي حق للفقير، ليست مساعدة، ليست مساعدة. الله يقول للغني يا شيخ يوسف أنت زنجيل، اتق الله وانتبه لا تنام. نعم، يقول لك الله أنا أعطيتك 1000 فخذ لك 975 وأعطي 25 بالألف ليس بالمئة، أعطيها لجارك الفقير. هكذا الزكاة،
والذين في أموالهم حق معلوم. هذا ليس تظن والله أنت تنفق الزكاة تنفق من مالك، انظر فيوجد كرامة. لماذا فرض الله الحجاب؟ لماذا فرض الله الحجاب؟ والله إكراما لكل الناس، والله إكراما لكل الناس. علم الله أن كل إنسان لا يحب من أحد أن يتمتع بنسائه. يا شيخنا الحجاب فيه رحمة للرجال قبل النساء. كل إنسان، لن أقول يا فلان يا فلان يا أنا يا فلان، يا كل إنسان منا، لا أحب أنت تحب أحد ينظر، أو فلان يحب أحد ينظر إلى زوجته عارية وكذا ويتمتع بها. طبعا إذا جاء إنسان وقال نعم أنا أحب ما عندي، نقول نحن لا نكلمك أنت، نحن لا نكلمك أنت، نحن نكلم الناس العاديين، الناس العاديين الذين هم مثلنا مثل كل الناس. أما سوبرمان أو سبايدرمان أو لا أعرف ماذا، فنحن هؤلاء لا نكلمهم، هؤلاء غير عاديين. إنسان عنده قدرة، أحد يتمتع بأهله وهو لا يغار وهو لا يتحرك، هذا شيء غير عادي، نحن لا نكلمهم، نكلم مع الناس الطبيعيين. الشاذ لا حكم له، تمام. فالحجاب لماذا فرضه الله؟ لماذا والله رحمة بالرجل، حفظا لأهله. يضربون مثالا، يقولون لو أن إنسان عنده حديقة فيها تفاح وبرتقال وكله، لكن ما عنده سور لها للحديقة، كل من يمر سيأخذ من الحديقة، هذا يأخذ تفاحة، هذا يأخذ برتقالة، هذا يأخذ شيء. طيب ماذا يفعل؟ يقول الناس يأخذون من حديقتي. نقول لو صور الحديقة من أجل هذا. ثم أيضا الإنسان ضعيف، إذا رأى الشهوات أمامه سيرتكب المحرمات. فالله لما ذكر في سورة النساء أحكام النساء قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أنت ضعيف، فالحجاب هو لأجل هذا. فليست مشكلتنا أنك لا تفهم عن الله، وأنك لا تعلم أن جميع الأحكام ما هي؟ والله هي رحمة بك، وهي تكملة لك. هل يوجد إنسان، يعني ممكن إنسان يا أخي لماذا الله يكلفنا بترك الزنا؟ نقول له هل يوجد أحد لا يدرك في الدنيا أن الزواج أفضل من الزنا؟ هل يوجد إنسان لا يعلم أن الله حرم الزنا؟ لأن الزنا ماذا يعني؟ يعني ضياع الأنساب، يعني ضياع العائلات، يعني انتشار الأمراض، يعني فأنت تسأل لماذا الله يكلفنا؟ لماذا الله حرم الخمر؟ لماذا الله حرم الخنزير؟ هل يوجد إنسان، ما مشكلتك أنت أنك لا تعلم؟ مثل الطفل، الطفل يا شيخ يوسف عندما يكون يلعب بالنار وتأخذ منه النار ينزعج، يبكي، يجعلك عدوا. ابنك خذ منه النار، يلعب بالنار، خذ منه النار، يبكي ويظن، لا يفهم، لا يفهم أنك أخذت منه ما يضره. وهكذا إخواننا كل الشريعة. وعندما نقول هذا الكلام إخواننا، لماذا نقول هذا الكلام يا شيخ فاروق؟ لماذا نحن، ما واجبنا نحن؟ هؤلاء الناس الذين يستهزئون على الله، يقولون الله متكبر. طبعا أنا أقول الله متكبر، ها، لكن ليس بالمعنى الذي يريدون إخواننا.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. التكبر من أعظم الصفات لكن لا تليق بالإنسان، تليق بالله. فهم لكن يقولون الله، انظر هل الله لا يريد أن نعبد إلا هو؟ متكبر، هم يقولون متكبر ليس بالمعنى الصحيح، يقولون بالمعنى الذي يفهمه الناس، يعني هي صفة قبح، استغفر الله، يستهزئون بالله. ما لماذا الله يأمرنا؟ لماذا؟ بينت إن شاء الله، لكن لماذا نبين يا إخواننا؟ انصحوا الناس، ادعوا إلى الله، لماذا تتعلمون؟ أنا أقول لهؤلاء الناس، أقول هذا الكلام، إن شاء الله يصل كلامي ولو إلى واحد منهم، لكن أنا أتكلم بالعربية والله أعلم ماذا سيكون، هل سيفهم أحد ماذا قلت أو لم يفهم؟ المهم، لكن ولو فهم واحد، أنا أقول ليس قصدي أن أقول إنك جاهل أو أنك في جهنم، لا والله، نحن غايتنا وقصدنا أن يستيقظ الإنسان من غفلته وأن يرجع إلى الله. فأنت والله يا أيها الأخ الكريم ستموت، وعند ذلك ستندم، سيذكرونك بهذا الكلام. تقول كثير يوجد يقولون هذا الكلام، يوجد جهل بالله، لا أحد يقول لمديره، لا أحد يقول لقائده، لا أحد يقول لماذا تأمرني، فقط الله يقولون له. يا إخوان، إذن الناس جاهلون بالله، أنت ستموت وسيأتي ملك الموت أو العذاب يقول لك أنت كنت تقول هذا الكلام، فإن كنت جاهلا فتعلم، وإن كنت معاندا والله إنك ميت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والله الإنسان سيندم، والله نحن نحزن، والله نحن نحزن، والله نحن لا نحزن منهم، نحزن عليهم. والله عندما نرى إخواننا تائهين عن الله أو أخواتنا بعيدات عن الله، والله نحن نحزن عليهم وعليهن، لا نحزن منهم، نحن نحزن عليهم. الموت آت، والله سنسأل، عند ذلك يحصل الندم، لكن لا ينفع يا شيخ فاروق. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ثم لما جاءه الموت حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو وأنا من المسلمين. لا يكفي. انصحوا الناس أيها الإخوة، والله الناس في غفلة، انصحوهم. هذا الكلام نحن نقول والله حبا بالناس، والله حبا بالناس. تخيل الإنسان عندما يقف أمام جهنم، قال الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يا ليتنا نرد ولا نكذب، يا ليتنا نرجع ولا نقول مثل هذا الكلام. أين؟ والله الناس غافلون الآن أيها الإخوة، والله غافلون، والله يفعلون ما يفعلون ولا كأنه يوجد إله. الناس يحتاجون إلى تذكير، الناس عند أيضا ما يدخلون جهنم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. والله يقول ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذب، قالوا ربنا غلبت علينا شقوة وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلم. شيء خطير يا إخواننا، أرجوكم، شيء خطير، شيء مهم، مهم. عندما يسمعون اخسأوا فيها ولا تكلمون يعني لن نخرج، يتمنون شيئا واحدا، يتمنون الموت، لكن لا يحصلون عليه. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لا يوجد خروج من جهنم. فيا إخواننا، هذا الإنسان أو الناس، هذا ليس شخصا واحدا، هؤلاء آلاف
ربما ملايين في الدنيا والله يحتاجون إلى نصيحة. قل له إما أن تعلم بوجود الله فطاعته واجبة، أو لا تعلم فنحن نعلمك أن الله موجود وأنه يستحق الطاعة والعبادة. فنحن من أجل هذا، لا من أجل أن نقول والله هؤلاء جاهلون. المريض عندما يأتي إلى الدكتور ليس الغاية أن يقول له أنت مريض، أنت ستموت، أنت اقتربت أجلك، ليس هذا عمل الطبيب. عمل الطبيب أن يدله على العلاج. نحن ليست غايتنا أن نقول للناس أنتم جاهلون، أنتم إلى جهنم، لا والله. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عرض عليه أن يقتل الله كل أعدائه لما جاء ملك الجبال وقال إن شئت أن نطبق عليهم الأخشبين فلا يبقى منهم أحد. ماذا قال رسول الله؟ أنت الأسبوع الماضي قلت هذا الكلام في السيارة، قلت هؤلاء الناس يحتاجون أن ندلهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نريد أن نقتلهم، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يا إخواننا، غايتنا أن نتعلم، غايتنا أن نعلم، أن ندل الناس على الله سبحانه وتعالى. طيب، الآن هذا هو جواب هذا السؤال. نعم، معنا دقائق نكمل أو إلى السابعة. نعم، افصل. ايه اسال. هذا العالم المخلوقات صدر منه وجوبا؟ نعم، قول الفلاسفه. ماذا نجيب؟ لماذا يقولون هكذا؟ السؤال كيف؟ الفلاسفه علموا انه لا بد لكل صنعه من صانع، تمام، وهذا الصانع أدركوا صفاته بعقولهم هم، تمام، ما اتبعوا الشرع. سأقول لك لماذا هم قالوا هذا الكلام ثم سأجيبك في الرد عليهم، تمام. ماذا يقولون؟ يقولون الله علة العالم، وعلة العالم العلة التامة لا تتخلف عن المعلول. فيقولون إذا كان الله في الأزل عنده كل صفات الإيجاد فلماذا لا يكون موجدا في الأزل؟ وإذا كان موجدا في الأزل فالعالم سيكون قديما. انظر، فهمت؟ يقولون الله في الأزل في اللا بداية، يعني هل عنده صفات الإيجاد أو ما عنده؟ عنده. إذن لابد أن يصدر العالم عن الله من الأزل. إذا كانت العلة التامة موجودة فلا تتخلف عن المعلول، والمعلول لا يتخلف عنها، تمام، ولا يوجد مانع، إلا طبعا إذا وجد مانع، ولا يوجد مانع. كيف الشمس بدون تشبيه؟ طبعا يقولون لا يمكن أن يتخلف ضوء الشمس عن الشمس، لا يمكن. فهكذا يستغفر الله، يعتبرون الله إلا مثل الشمس وضوءها والعالم معلول، فالله موجود إذن العالم موجود. طبعا كيف نرد عليهم من كلامهم؟ أنا لا أريد أن أطيل، سأجيب يعني بقدر، هذا الكلام يحتاج إلى ساعتين،
سأجيب بدقيقتين، لا تخف يا، لن نؤخرك يا شيخ. اسمع، لما قلت ساعتين أنت خفت، تمام، لأنك أنت متزوج جديدا حديثا ولا تحب أن تطول في المدرسة. نعم، هم يعترفون، لأن هذا بالمشاهدة. اسمع سيدي، أن كل شيء في العالم حادث، ولكنه يعني مثلا حركات الأفلاك، اسمع سيدي، يقولون حركات الفلك كلها حادثة لكنها أزلية. أزلية يعني العالم الآن يوجد دورة، قبلها دورة، وقبلها دورة، وقبلها دورة، كل فلك له دورة، فما زال يدور متى؟ أزلا. ما هو الرد عليهم؟ يوجد نهايات العقول، أي إنسان يريد أن يدرس العقليات يدرسونه أولا نهايات العقول. نهايات العقول 9، من هذه 9 وجود ما لا نهاية له مستحيل. وجود ما لا نهاية له، أي تحقق ما لا نهاية له، مستحيل عقلا. يعني هل يمكن أن يتحقق شيء لا نهاية له أن توجد كل أفراده؟ قولوا، إذا الذي لم يفهم قل لي، اضرب مثال أو اتركني الآن، اترك هذه كلمتك، تحتاج إلى دقة هذه الكلمة. يعني أنت تقول الله لا نهاية له، تمام، هذا الكلام من وجه صحيح، لكن هذا كلام خطير، هذا نترك هذا الكلام الآن، تمام. صفات الله لا نهاية لها أو لا نهاية لكمالها؟ لا نهاية لكمالاتها. إذا كانت الصفات، لا أريد أن أتوسع في الموضوع أرجوكم، اسمع، لو كانت صفات الكمال هي ذوات الصفات لا نهاية لها، مستحيل هذا. نعم، كمالاتها لا نهاية لها، لأن الذي لا نهاية له لا يتحقق، لا يمكن أن يوجد. كيف يا شيخ يوسف؟ يستغفر، أنا لا أريد أن أذهب، نحن نتكلم عن العالم، أنت أدخلتنا في أمر يحتاج إلى وقت طويل. يا شيخ اسمعي، الله عز وجل له صفات الكمال، موجودة أو ما زالت توجد؟ هل يجوز أن نقول لا زالت صفات الله توجد؟ نعم، لا يجوز. يعني الله إذا شيء لا نهاية له لا يتحقق، لأنه إذا تحقق يعني انتهى، فكيف يكون لا نهاية له وقد تناهى؟ فنحن نقول الله عز وجل متصف بصفات الكمال أزلا وأبدا، لكن كل هذه الصفات موجودة أزلا وأبدا، فإذا هي قولوا لا يزال صفات الله عز وجل، لأن صفات لا نهاية لها مستحيل يا إخوانا. الصفات لا نهاية لكمالها، ولا نهاية الكمال يعقل لأنه لا يوجد. ما فهمتم؟ مرفق؟ والله يا شيخنا، يا شيخنا اسمع الآن، صفات الله كلها موجودة أزلا وأبدا، وصفات الكمال كلها قد نعلمها جميعا، وقد يوجد صفات كمال حتى لا نعرف أسماءها،
الإمام السنوسي يقول والإمام الغزالي يقول هذا جائز، ما في مشكلة أن يوجد صفات لل... المهم الله متصف بكل صفات الكمال أزلا وأبدا، لكن هي موجودة، وطالما موجودة هي لها نهاية، هي سبعة سبعون سبعمائة سبعة آلاف سبعة ملايين سبعة مليارات، المهم لا نعلم. اسمع 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 شيخنا، أما لا نهاية لكمالاتها، ما معنى؟ يعني القدرة لا نهاية لصلاحيتها للإيجاد، فهي صفة واحدة وهي موجودة ولكن كمالاتها لا نهاية لها، ولذلك كل هذه الكمالات لا يمكن أن توجد. يعني الله كم إنسان يستطيع أن يخلق؟ غير. هل هذا اللامتناهي يمكن أن يوجد؟ يمكن. الله أكبر، تعال تعال، الله مثلا لو أوجد كل في الوجود كل ما يمكن إيجاده، تمام؟ إذن بعد ذلك لا يمكن الله أن يوجد، إذن انتهت قدرته. يمكن؟ إذن ما تناهى، ما تناهى، ما لا يتناهى لا ينتهي، لا يوجد. لذلك نعيم الجنة لا يتناهى، لذلك لا يوجد كل أفراده. نعيم الجنة لا نهاية له، فلذلك لا يمكن أن يوجد كل نعيم الجنة وتنتهي أفراده، لأنه يعني أنه قد تناهى ما لا يتناهى. ما معنى أن نعيم الجنة يا شيخ؟ اسمع، يعني طالما أنت في الجنة يوجد نعيم، يوجد نعيم، يوجد. هل كل النعيم في الجنة يمكن أن يوجده الله يعني في لحظة من اللحظات؟ أقول يمكن؟ لا يمكن، لأنه نقول لا يتناهى فقد انتهى، إذن لا يوجد أكثر من هذا. فيا شيخنا اتقوا الله عندما تتكلمون في أمور العقيدة، اتقوا الله. فصفات الله متناهية أو غير متناهية؟ انتبهوا هنا، هذا كلام له جهات. صفات الله عز وجل وجدت، لا توجد دائما، الله له دائما، الله يستكمل صفاته يعني لا نهاية، يعني دائما الله يوجد له صفة جديدة، يوجد له صفة جديدة، يوجد له. إذن الله كان ناقصا يا شيخ يوسف؟ لا يقال هكذا، طبعا لا يقال هكذا، لأن اللامتناهي لا ينتهي، فلا يزال الله يوجد له صفات، يعني لا، أعوذ بالله. أما كمالات الصفات لا تتناهى، لا تنتهي، لا تتناهى يا حبيبي. نرجع الآن، يلا بقي معنا أربع دقائق، يا اسمع. فنقول للفلاسفة، أنتم تقولون أن دورات الفلك من اللا بداية تدور وقد وجدت، فالعالم موجود من اللا أول وقد وجدت كل أفراد الدورات السابقة مع أنها غير متناهية. فنقول لهم ما على زعمكم تناهى ما لا يتناهى، فكلامكم فاسد. طبعا هذا جزء من الدليل، هذا جزء من الدليل، لكن لأنه لا يوجد إلا ثلاث دقائق لا أستطيع أن أتكلم أكثر من هذا. لا يوجد حتى المغرب، حتى المغرب طعام شراب كذا شيء. بارك الله بكم وأسعدكم. اسأل. إذا كان نهاية الصفات، العلماء مجمعون أن صفات لا نهاية لها مستحيل على الله. صفاتها ليس الكمالات، كمالات الله لا نهاية جل جلاله. إذا كان نهاية الصفات كيف يبقى كمالات الصفات؟ أستاذ نحن يعني في اللغة التركية النهاية، نحن أخطأنا في معنى النهاية. النهاية يتبادر إلى الفهم عندما نستخدم كلمة النهاية، يتبادر إلى الفهم
نهاية الزمان، يعني نحن ظننا في البداية لله عز وجل صفات سينتهي، هكذا ظننا، فلذلك أخطأنا. أصلا الله عز وجل لا يمر عليه زمان، الله أزلي أبدي. وقرر العلماء الراسخون، قلت لكم أن الأزلية والأبدية في حق الله صفة واحدة، حتى لا يتبادر إلى الذهن الله موجود من الأزل يمر عليه إلى الأب. أعوذ بالله، معنى الأزل لا شيء قبله، معنى الأبد لا شيء بعده، وحاشا لله أن يمر عليه زمان، أن تمر عليه أو تحل فيه الحوادث أو يحل هو في الحوادث، حاشا. نعم، فصفات الله أزلية أبدية ذاتية لا يستجد منها شيء، لا الله لا يزيد ولا ينقص جل جلاله وتبارك في علا. أما كمالات صفاته لا نهاية له، يعني علمه موجود أزلا وأبدا، معلوماته لا نهاية له، قدرته موجودة أزلا أبدا، مقدوراته لا نهاية لها. أن يكون لله صفات، صفات كمال لا نعلمها؟ يجوز، صفات لا يحصى، هل هذا يجوز؟ صفات لا يحصى، إذا بالنسبة لنا لا يحصى، أما عند الله تحصى. نعم، هذا هو الجواب. بالنسبة لنا إذا الله ما أخبرنا لا نحصيها، تمام، لا ما عندنا يقين أننا أحصيناها. العلماء يقولون يجوز لله أن تكون صفات كمال نحن لا نعلمها، أما لا شك أنها صفات كمال. نعم. إذن السؤال يسأل، يعني هل يعلم الله عدد مقدوراته، عدد معلومات؟ اسمع الآن، هذا السؤال سئل للرازي وسئل للغزالي، والجواب اسمع الآن، المقدورات هل لها نهاية؟ لا. فلو قلنا لها عدد محدد فيكون لها نهاية. اسمع الآن، هذا السؤال له جوابان. الجواب أن نقول الله يعلم الشيء على ما هو عليه، تمام؟ فإذا الله يعلم مقدوراته غير منحصرة، أما يعلم بالعدد، نعم يعلم ماذا؟ يعلم ماذا سيوجد من المقدورات، مثلا من الناس، مقدورات الله من الناس، كيف يعلم الله العدد؟ لا يعلم عددا، يعلم لأنه يعلمه كما هو، الله يعلم الشيء كما هو، فإذا كان ليس له عدد فكيف يعلم الله له عددا؟ فينقلب العلم جهلا لأنه بخلاف الواقع. فالله عز وجل يعلمه لا نهاية له، لكن الله يعلم من هذا الإنسان اللا متناهي من حيث التأتي والصلاحية، يعلم الله كم إنسان سيوجد بالفعل، فهذا معلوم بالعدد. وال مثل ما قال الإمام الطحاوي، الله يعلم من سيدخل الجنة بالعدد جملة واحدة، ويعلم من سيدخل الجنة ومن سيدخل جملة واحدة، هكذا يقول الطحاوي وسيأتي معنا. بالنسبة إلى الناس نعم، ولكن بالنسبة إلى النعم مثلا، نعم يعلمها كما هي، فإذا كانت غير محدودة يعلمها غير محدودة. لكن يوجد كلام للدسوق وغيره
يقول قد يكون للأبدي ما لا يكون لغير الأبدي. انتبهوا، لأن انتبه، اللامتناهي يناسب الأبدي، فقد يعلم الله عز وجل. انتبهوا، هناك قولان، إما الله يعلم اللامتناهي، يعلمه لامتناهيا، أو يعلمه على وجه الدقة، لأنه هو سبحانه وتعالى لا متناهي فيعلم اللامتناهي. يوجد قولان في المسألة، وهذا فوق عقولنا، هذا فوق عقولنا. يلا يلا، أظن صاحب الكاميرا انتهى. ف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا نؤخره، إذا بعد أن يذهب عندكم سؤال نقاش ما في مشكلة.